بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا لا إله إلا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا معشر الروم، إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عز وجل، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله. بعد صلح الحديبية الرسول عليه الصلاة والسلام انتهز هذه الفرصة للدعوة في سبيل الله عز وجل. يا جماعة، القتال ما كان من أهداف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا كان في نية الصحابة القتال لمجرد القتال. ما كانوا يقاتلوا إلا دفاعا عن الدعوة أو دفاعا عن النفس. إيش يعني دفاعا عن الدعوة؟ يا جماعة، الله عز وجل أمر الأنبياء والرسل إنهم يبلغوا الدعوة إلى جميع الشعوب. مين اللي كان يمنع وصول الدعوة إلى الشعوب؟ أصحاب القوة، أصحاب السلطة، أصحاب النفوذ، الأمراء، الوزراء، الملوك اللي خارج الجزيرة العربية. وهذا أمر يستدعي القتال. الله عز وجل هو اللي أمر هذا الأمر، فمين أنت عشان تستخدم سلطتك في الصد عن سبيل الله عز وجل وعن الدعوة؟ الحروب والقتال والمشاكل اللي كانوا يشنوها المشركين ضد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كانت تمنعهم وتشغلهم عن الدعوة. بعد صلح الحديبية، بالرغم أنه بنود الصلح كانت ضد الإسلام والمسلمين يعني بطريقة بشعة، على المدى البعيد أصبحت في صالح الإسلام والمسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة بدأ في الدعوة حتى خارج الجزيرة العربية. أنا ما بقول لكم فقط للعرب أو القبائل المجاورة، لا لا لا، إلى كسرى، إلى قيصر، إلى هرقل الروم، إلى كل مكان أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل بدعوة الإسلام. دعوة مكتوبة يا جماعة، خطابات مكتوبة كتابة. من ضمن الدعوات اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلها، أرسل الصحابي دحية الكلبي إلى هرقل الروم. الصحابي دحية الكلبي كان يتمتع بالوسامة، كان يشتهر بالجمال من شدة جماله، لدرجة أنه جبريل عليه السلام كان لما يتنزل بالوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يتنزل على هيئة دحية الكلبي. من هو هرقل اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل له الرسالة؟ اسمه فلافيوس أغسطس هرقل، استلم مقاليد الحكم عام 610 ميلادي. كان هو إمبراطور الإمبراطورية الرومانية البيزنطية الشرقية. عام 627 ميلادي قامت بينه وبين الفرس معركة عظيمة اسمها نينوى اللي تعرفوها المشهور، وانتصر على الفرس. بعد هذه المعركة أصبح بطل قومي وبطل ديني. بطل قومي لأنه انتصر في المعركة. طيب ليش كانوا يعتبروه بطل ديني؟ لأنه كان نصراني متدين محافظ، يعرف النصرانية، يعرف الإنجيل جيدا، يقرأ الإنجيل. بعد الانتصار في معركة نينوى راح إلى القدس عشان يحج شكر لله عز وجل. وهو في القدس وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي رضي الله عنه مع رسالة من النبي العربي. هرقل فتح الرسالة، وجد مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعوة الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليت إثم جميع الآرسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله أكبر يا جماعة، تخيلوا معايا إيش تتوقعوا كان ردة فعل هرقل في هذاك الوقت لما قرأ الرسالة. يعني دوبه منتصر في معركة نينوى وأصبح بطل قومي وبطل ديني ورجل متدين، وهو إمبراطور أكبر إمبراطورية في ذاك الزمان، الإمبراطورية الرومانية، والرسالة في نظره جاية من رجل عربي في وسط الصحراء ما حد يعرف مين هو أساسا. شاء الله عز وجل أنه في هذه الأثناء مين يكون متواجد في مدينة غزة في الشام؟ أبو سفيان، صخر ابن حرب، أبو سفيان المعروف، وكان لسه مشرك، يعني دوبه طالع من معركة بدر ومعركة أحد، وبينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام عداوة شديدة، ويكره الرسول عليه الصلاة والسلام بشد. في هذه الأثناء كان موجود في مدينة غزة في الشام. هرقل لما قرأ الرسالة أمر وزراءه والعساكر إنهم يشوفوا مين من التجار العرب موجود في الشام في هذا الوقت عشان يسألهم عن هذا الرجل، عن هذا العربي. لا تعتقدوا يا جماعة إنه المسألة كانت بسيطة، خلوني أضرب لكم مثال بسيط، لكن خلوا خيالكم واسع معايا شوي، معلش اتحملوني، عشان تفهموا المسألة هذه قد إيش كانت عظيمة. أنا وإنتوا في زماننا هذا وفي أيامنا هذه، لو قام أي شخص وادعى النبوة
أغسل يدك يا حبيبي. عارفين أن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء وما بعده نبي، لكن تخيلوا معايا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس آخر الأنبياء، وبشرنا إحنا بنبي من بعده، وأعطانا اسمه وصفاته، صفاته الخلقية والخلقية، وفي ظهره خاتم النبوة، مو بس كده، وأمرنا أمرا باتباع هذا النبي. كيف حتكون ردة فعلنا وكيف حتكون نفسياتنا لو قام رجل وفجأة ادعى النبوة؟ انت اساسا مترقب في هذا الزمان انه في نبي اخر الزمان، فاول ما واحد يوقف ويقول انا نبي حتبدأ تتساءل هو ولا مو هو، طب خليني اتأكد. طب كيف حتأكد اساسا؟ المسألة ما هي مسألة فضول يا جماعة، يعني انت ما حتبدأ تتساءل عن هذا اللي ادعى النبوة من باب الفضول، لا، انت مأمور باتباع هذا النبي. هرقل مأمور باتباع نبي اخر الزمان. أرجع أذكركم، هرقل كان رجل متدين، كان محافظ، كان يعرف الإنجيل جيدا، والإنجيل مذكور فيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنجيل مذكور فيه محمد صلى الله عليه وسلم وهرقل رجل متدين يعرف الإنجيل، فلا شك إنه يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ومأمور باتباع هذا النبي، فأصبح عنده حرص وفضول على تفاصيل التفاصيل عشان يتأكد هل هو هذا العربي فعلا نبي آخر الزمان ولا لا. حضروا التجار العرب مع أبو سفيان إلى هرقل فسألهم مين فيكم أقرب واحد نسبا لهذا الرجل صاحب هذه الرسالة؟ فأبو سفيان قال أنا. قام قال له طيب أدنوا مني، قرب تعال قدامي هنا قريب. بعدها أمر التجار إنهم يوقفوا صف واحد خلف أبو سفيان، أوقفوا كلكم كده جنب بعض، أنا حسأله وهو حيجاوبني، لو كذب علي أنتوا حتكذبوا، أول ما يكذب علي في أي إجابة أنتوا تقولوا لي إنه هو بيكذب. طيب ليش الفيلم ده كله؟ يعني هو أصلا عنده كم سؤال، طب أسأل وأخلص، ليش الفيلم ده كله؟ ليش الحرص إنه هو يعرف الحقيقة؟ إيش المشكلة لو كذب أبو سفيان؟ الموضوع أصلا مو مهم. يمكن أنت تقول كده في نفسك، أساسا الموضوع مو مهم، هو أصلا نصراني والرسول عليه الصلاة والسلام مسلم، إيش دخل ذا في ذا؟ لكن مهم بالنسبة إلى هرقل عشان يعرف الحقيقة فعلا. أبو سفيان بالرغم أنه عدو من أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه في هذا الاستجواب ما كذب فيه ولا سؤال، في جميع الأسئلة جاوب بصراحة. بالمناسبة يا جماعة، أبو سفيان يقول عن نفسه أنه قبل هذا الموقف أساسا ما كنت أكذب، يعني أساسا أنا ما فيه صفة الكذب، والعرب بشكل عام في ذاك الزمان ما كانوا يتصفوا بالكذب، وبالعكس كانوا يشوفوا الكذب صفة دون، يعني صاحبها دنيء. مو بس كده، حتى لو انه غلطان يقول لك الحقيقة، يعني يوقف في وجهك ويقول لك ايه وانا سويت كده كده كده، وهو عارف انه غلطان بس ما يكذب. هرقل سأل ابو سفيان السؤال الاول، كيف نسبوا فيكم؟ كيف نسب هذا الشخص فيكم انتوا العرب؟ قام قال له هو فينا ذو نسب، يعني نسبه عالي. قام قال لي ابو سفيان هل في احد من العرب قبله ادعى النبوة؟ قال له في تاريخ العرب كلهم ما في ولا عربي ادعى النبوة. فقال لي أبو سفيان هل كان من آبائه من ملك؟ من آبائه أجداده هل كان في ملك من الملوك؟ قام قال له لا. قام قال لي أبو سفيان طيب اللي اتبعوه أشراف الناس ولا الضعفاء؟ قام قال له لا الضعفاء. قام قال لي أبو سفيان طيب أتباعه يزيدوا ولا ينقصوا؟ قام قال له لا يزيدوا. قام قال له طيب في أحد منهم يرتد؟ في أي أحد اتبعوا في الدين وبعد كده ارتدوا وترك الدين؟ قال له لا. فقال لي أبو سفيان طيب هل تتهموا بالكذب قبل هذا الادعاء؟ قبل لا يقول لكم إنه هو نبي هل كان يتصف بالكذب؟ قال له لا. قام قال له فهل يغدر؟ هل كان في صفة الغدر؟ قال له لا. فقال لي أبو سفيان طيب أنتوا قاتلتوه؟ حصل بينكم وبينه قتال؟ قال له إيوه. قال له كيف قتاله فيكم؟ قال له الحرب بيننا سجال، مرة هو ينتصر ومرة إحنا ننتصر. فقال لي أبو سفيان طيب إيش يقول لكم؟ بإيش يأمركم؟ عن إيش ينهاكم؟ فقال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. عارفين الامتحان يا جماعة؟ الاختبار الدراسي المعروف يكون فيه أسئلة، تبدأ تجاوب على الأسئلة، آخر شيء يلموا الاختبارات كلها وتبدأ تطلع النتائج. هذا الاستجواب اللي سواه هرقل كان فيه نتائج، يعني كل سؤال سأله هرقل كان يبغى يوصل إلى نتيجة معينة ومحددة، ما في سؤال سأله اعتباطا كده من غير أي حاجة يبغى يوصل لها، لا لا لا، كل أجوبتها مقصودة، كل أسئلتها مقصودة. بعد ما انتهى الاستجواب ظهرت النتائج، هرقل بنفسه أعطى النتيجة لأبو سفيان. إيش قال له؟ سألتك عن نسبه فقلت إنه صاحب نسب عالي، وجميع الأنبياء والرسل يبعثوا في نسب من أقوامهم،
كل الأنبياء والرسل يا جماعة نسبهم عالي. وسألتك في أحد قال هذا الكلام من قبله؟ في أحد ادعى النبوة من قبله؟ فقلت لا. لو قلت إيوه كان قلت رجل يتأسى بغيره، يعني بيقلد غيره. وسألتك هل كان من أبائه من ملك؟ في أحد من أبائه أو أجداده كان ملك من الملوك؟ فقلت لا. لو قلت إيوه كان قلت رجل يطلب الملك، رجل يبغى يسترد ملك أبائه وأجداده. وسألتك هل كنتوا تتهموه بالكذب قبل هذا الادعاء؟ فقلت لا. فقلت مستحيل إنه يترك الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. بعدها سألتك اللي اتبعوه الضعفاء ولا الشرفاء؟ فقلت الضعفاء، وهذول هم أتباع الرسل دائما. يا جماعة هذه قاعدة، هذه قاعدة، هذه من المسلمات. أول ما يبعث الأنبياء والرسل ويبدأوا في الدعوة، أول من يتبعهم الضعفاء، المساكين، الفقراء، الغلابة. بعدها سألتك يزيدوا أتباعه ولا ينقصوا؟ فقلت يزيدوا. فقلت هذا هو أمر الإيمان حتى يتم. يا جماعة أمر الإيمان أول ما تبدأ الدعوة ويبدأ الناس يؤمنوا يبدأ في ازدياد، لا يمكن ينقصوا أتباعه، يزيدوا 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 حتى يتم، ألين يوصل في التمام. بعدها سألتك في أحد منهم يرتد يترك الدين بعد ما يتبعه؟ قلت لي لا. فقلت هذه هي حلاوة الإيمان. يا جماعة حلاوة الإيمان إذا خالطت القلوب مستحيل تتركها. وأخيرا سألتك هل يغدر؟ هل كان من صفاته الغدر؟ فقلت لي لا. وكذلك الرسل لا تغدر، جميع الأنبياء والرسل ما يغدر. بعد الكلام هذا كله بين هرقل وأبو سفيان، هرقل قال كلمة عبارة عن الخلاصة، يعني هي الزبد، الكلام اللي ما بعده كلام. قال لأبو سفيان فإن كان ما تقوله حقا فسوف يملك موضع قدمي هاتين. إذا كان الكلام اللي يقوله صحيح 100% فهذا الرجل العربي محمد اللي في الصحراء، هذا اللي انتم تعرفوه، حيملك موضع قدمي هاتين، حيملك الشام، حيملك الامبراطورية الرومانية. كل الكلام اللي قلناه هذا ولسه ما وصلنا إلى البطل صاحب قصتنا اليوم. بعد الموقف ما بين هرقل وأبو سفيان ودحية الكلبي وكل اللي حصل هذا، هرقل ذهب إلى دحية الكلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له الرجل اللي جيتني من عنده نبي مرسل، نعرف اسمه، نعرف صفاته، مذكور في كتبنا، بس أنا ما أقدر أسوي شيء، ما أقدر أدخل في هذا الدين، أخاف على نفسي من الروم، أخاف إنهم يقتلوني، لكن روح إلى صغاطر الأسقف. من هو الأسقف صغاطر؟ هو البطل صاحب قصتنا اليوم. صغاطر الأسقف كان هو كبير أساقفة الكنيسة الرومانية، يعني مو للتشبيه ولكن لتقريب الصورة بس عشان تفهموا، زي ما تقول كده مفتي الديار. روح إلى الأسقف صغاطر وقل له الموضوع، حكيه على كل حاجة وشوف إيش يقول لك. فراح دحية الكلبي إلى صغاطر الأسقف وقال له كيت وكيت وكيت وكيت، وحكى كل حاجة ووراه الرسالة وكل شيء بالتفاصيل. بمجرد ما انتهى دحية الكلبي من الكلام، صغاطر الأسقف قال لدحية الكلبي إن الرجل الذي تتكلم عنه نبي مرسل. هذا الرجل اللي انت بتقول عنه، هذا العربي، هذا صاحب الرسالة، هذا اللي انت جاي من عنده، هذا نبي، هذا مرسل، نعرفه، نعرف اسمه، صفاته، مذكور في كتبنا. وترك دحية الكلبي ودخل عشان يغير ملابسه. كان لابس توب الكنيسة، التوب الأسود اللي كلكم تعرفوه، راح فسخه ولبس ثياب بيضة وأخذ معاه عصايته واتجه مباشرة إلى الكنيسة، إلى وسط الرومان. في هذه اللحظة كانوا الرومانيين مجتمعين داخل الكنيسة وعددهم كبير جدا، يعني بيأدوا الصلاة أو زي ما تقول كده، عارفين صلاة الجماعة؟ شفت لما تروح صلاة الجمعة كيف المسلمين كثير؟ بس لتقريب الصورة كانوا زي كده، كانوا مرة كثيرين داخل الكنيسة، واللي خارج عليهم كبير أساقفة الكنيسة الرومانية، يعني اللي كلهم يقدسوه ويبجلوه ويحترموه. خرج عليهم الأسقف صغاطر وقال لهم يا معشر الروم، إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عز وجل، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله. بمجرد ما انتهى من الشهادة، بمجرد ما انتهى من كلامه، بمجرد ما انتهى من هذه الجمل البسيطة، هجموا عليه الرومان وقتلوه. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجمعه بنبيه عليه الصلاة والسلام اللي آمن به بدون ما يشوفه. انتهت قصة اليوم، لكن أبغى أسألكم سؤال، مين فيكم كان يعرف هذه الشخصية؟ مين فيكم سمع عن الأسقف صغاطر؟ أنا متأكد تماماً أنه ما حد فينا سمع اسمه. عارفين ليش؟ لأنه الكنيسة حرصت كل الحرص على محو اسمه من السجلات، ما حد يعرف مين هو أساساً، لمجرد أنه عارض الكنيسة، لمجرد أنه دخل الإسلام،
لمجرد أنه شهد شهادة الحق وكانت آخر كلمة قالها في حياته. الكنيسة يا جماعة من أهم أهدافها أنه أي أحد يعارضها يشطبوا اسمه من السجلات، ما عاد تسمع عنه، يشوهوا تاريخه. وأخيرا وقبل لا نختم، كيف عرف الأسقف صغاطر عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف عرف هرقل عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا إيماننا وإيمانهم إنه اسمه وصفاته موجودة عندهم في الإنجيل، مو فقط في كتبنا، مو في القرآن الكريم، بل في الإنجيل، بل حتى في التوراة اللي هي تعتبر أقدم من الإنجيل في عهد موسى عليه السلام. لا تنسوا تتابعونا بكرة عشان نعرف قصة جديدة من عظماء الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.